على حضراتكم جميعا. كلنا بنحب الأكل جدا لدرجة أن وإحنا بناكل بنبقى ناسين السمنة ومشاكلها الكتير زي السكر والقلب والضغط، وبقينا من كتر حبنا في الأكل عايشين عشان ناكل مش عشان نعيش، وبقينا وإحنا خارجين بندور هنخرج ناكل فين قبل ما ندور هنخرج مع مين. وأول ما تفتكر السمنة ومشاكلها بيبقى نفسك تاكل من غير ما تتخن، وتفضل تدور على الحاجة اللي تساعدك تخس من غير ما تسبب لك مشاكل أو أمراض صحية تانية. طب هنلاقي الحل اللي يساعدنا إزاي؟ ده اللي هنعرفه النهاردة مع دكتور اللي منورنا في الحلقة، دكتور محمد تركي، مدرس مساعد كلية الصيدلة وأحد أعضاء الفريق الطبي بشركة أورجانيكا جروب للمنتجات الطبية. برحب بحضرتك يا دكتور. أهلا بيك يا وسام. إزيك يا دكتور؟ إزيك، إيه الأخبار؟ الحمد لله. دكتور، في الأول عايزة طبعا أسألك عن أضرار السمنة. يمكن ناس كتيرة بتفرج علينا دلوقتي ما تعرفش أو مش مدركة المخاطر أو الأضرار الكبيرة اللي ممكن تسببها السمنة. بصي، خلينا نكون متفقين إن ما فيش حد ما يعرفش إن السمنة حاجة مش كويسة. ده حقيقي. يعني خلينا كده نكون متفقين. لكن نقولهم الأضرار يعني قد إيه هي مضرة وصعبة. من وجهة نظر علمية، يعني أنا يهممني النهاردة أنا اتكلمت في أضرار السمنة من وجهة نظر نفسية وجسدية زي ما بيقولوا واللبس والكلام ده، لأن النهاردة عايز أقول من وجهة نظر علمية. يعني أنا دلوقتي مريض السمنة أو اللي بيبقى عنده أوفر ويت، خلي بالك إن السمنة درجات، من أول أوفر ويت عادي لغاية أوبيز. يعني إيه أوبيز؟ يعني سمين أو مريض سمنة بقى. طيب، وزنه أزيد بكتير. وزنه أزيد بكتير من الأوفر ويت العادي. طيب، مريض السمنة دوت بيتلاقي يعني بيلتحق معاه بعض الأمراض التانية. أنا بتكلم، شوفي، بتكلم علميا بقى. يعني مش بقول بقى إن مش هيبقى عارف يلبس أو نفسيته هتبقى مش كويسة أو مش عارف يجري مع أولاده، كل دي أضرار. ولكن أنا بتكلم على أضرار طبية. هتلاقي لازم مريض السمنة بيلاحقه أمراض تانية زي الضغط، السكر، أمراض مفاصل، بالذات في الستات، يعني النساء أكتر من الرجال في حتة أمراض المفاصل دي عشان الهرمونز والكلام ده. طيب، مش بس كده، أمراض أوعية، أمراض شرايين، الشرايين عنده بتبدأ تتسد، يبدأ يحصل له حاجة اسمها ستروك. الستروك اللي هي إيه؟ اللي هي الجلطات الدماغية اللي انتشرت في وقتنا، بقينا فعلا بنسمع كتير جدا إن ناس كتير جالها مثلا إيه، جلطة أو سكتة دماغية. دي بتبقى من إيه؟ دي بتبقى ناتجة عن نظام دايت ونظام أكل خاطئ، سواء بأنه هو حتى لو مش سمين بس بياخد أدوية مثلا أو أي حاجة ممكن تسبب له ده، أو أنه بيبقى سمين أو أوفر ويت فبيبدأ يحصل له جلطات في القلب وجلطات في الإيه، في الرئة وجلطات في المخ، حاجات طبعا خطيرة جدا. أنا مش بخوف الناس، يعني مش بخوف الناس من الأكل. الأكل زي ما أنت قلتي كده، يعني عجبني قوي اللي أنت قلتيه، أنا ببقى نازل عايز أشوف أنا هاكل فين. ده طبيعي، يعني ده ان بقينا الإنسان قبل ما نخرج اصلا يعني ونعرف احنا هنروح فين، فين المكان اللي ناكل اليوم فيه، احنا هنتعشى فين، احنا هنتغدى. ده طبيعي. وعشان كده انا مش عايز احرم الناس من الاكل، دي مهمه جدا. ازاي ما حرموش من الاكل، وفي نفس الوقت ما زودوش في الوزن؟ ما هو هي معادله، بتاكلي هتزيدي في الوزن لان كالوري الزياده، الكالوري الزياده دي هتترسب في جسمك هتزيدي في الوزن. عارف يا دكتور، في ناس يمكن بيحبوا الاكل كمان قوي، مش بس ان هم بياكلوا كتير. في ناس هوايتها الاكل بالظبط، في ناس يعني ايه بتستمخ كده ازاي تظبط اكل حلو، ودي حاجه عاديه. وينزلوا ياكلوا فين والفاست فود يبقى عامل ازاي، ويجرب ده ويجرب ده ويجرب ده، وما شاء الله كل يومين ثلاثه تسمعي عن محل جديد باكله جديده، فلازم اجرب. انا مش معترض، عايز تجرب جرب، بس الكميه. يعني ايه الكميه بقى؟ يعني انا بدل ما باكل الوجبه كامله انا باكل ربع الوجبه. طب ازاي هوصل لده؟ انا نفسي اعرف الناس اللي شهيتها كبيره دي يعني سيطروا على الموضوع ازاي نساعدهم ازاي؟ دي صعبه جدا. ولذلك العلم كله اتجه لمنتجات طبيعيه او زي ما بيقولوا كده حاجات من الارض. يعني ايه من الارض؟ يعني من الخضار والفاكهه. وفي ناس بداوا يسموا الكلام ده الداش دايت، يعني ايه؟ ان انا اخلي 3 ارباع او نص اكلي عباره عن حاجات من الارض، يعني خضار وفاكهه. طيب انا هوصل ازاي لده؟ انا هوصل لده بالالياف الطبيعيه. الالياف الطبيعيه هنا بتشتغل دايركت، يعني اساسا كده ومباشره كده على المعده، بتخليني احس بالشبع وبتنزل لي في الوزن من 6 ل 10 كيلو شهريا. واهم من كل ده ايه؟ اهم من كل ده انها بتتحكم بالشهيه، بتخليني ما عنديش شهيه للاكل. طب انا هوقف حضرتك هنا وعايزك تشرح لي من الاول. انا ما مش فاهمه الداش دايت، هو كل شويه في اسم جديد لانواع الدايت. انا عايزك تفهمني ايه الاسم، ايه الداش دايت ده جه منين، يعني ليه سميناه كده، والالياف دي ايه، اشرحها لي. بصي، في انظمه كتير طالعه حاليا، ويقول لك صيام متقطع، ويقول لك مش عارف كيتو، ويقول انظمه كتير جدا. يعني من الانظمه دي كلها بتقوم على الحرمان.
اللي هو انا ايه، انا انت هتصومي جربه انت هتصومي مش عارف قد كذا، انت هتعملي قد كذا. طب انا ليه اعمل كده؟ ليه اعمل كده في مريض السمنه؟ خصوصا زي ما انت قلتي ان مريض السمنه ده يا جماعه اهم حاجه عنده الاكل. صح. ما هو لو ما كانش بيحب الاكل ما كانش بقى سمين. صح ولا لا؟ يبقى هو المشكله عنده ان هو بيحب الاكل. طب ما انا هقول له ما تاكلش، ما هو مش هيعرف يعمل كده. صح. طبيعي جدا مش هيعرف يعمل كده. طب انا اعمل ايه بقى؟ لا انا اديله الياف طبيعيه. الالياف الطبيعيه هنا الباكت الواحد انا باخد 2 باكت في اليوم، باكت قبل الغداء، قبل الغداء بربع ساعة كده أو تلت ساعة بالكتير، وبشرب بعديه 5-6 كوباية مية، وهنعرف ليه يعني أنا جاي برضو في الكلام ليه. وباخد باكت قبل العشاء وبرضو بشرب بعديها 4-5 كوباية مية. هنا كده أنا اديته محتوى كبير جدا من الخضار والفاكهة، كأني بأكله مثلا كيلو خضار وكيلو فاكهة في الغداء وكيلو خضار وكيلو فاكهة. طب ما تزعلش مني، يعني ليه هو ما ياكلش كيلو خضار وكيلو فاكهة؟ سؤال انا هسألك انت. في انسان طبيعي او انسان قادر زي كده، زي كده لما بيقولوا المكملات الغذائيه، في انسان طبيعي بياكل مثلا 3 كيلو بروتين في اليوم؟ لا طبعا اكيد لا. في انسان طبيعي بياكل 3 كيلو او 4 كيلو خضار في اليوم؟ لا. صعب. فانت بقى بتقدر تجمع له كل ده بالظبط كده. انا بديها له كونسنتريتد او مركزه في باكيت واحد بس. ميزته ايه؟ ميزته ايه؟ انه سهل تحضيره، سهل وهنعرف ده الكلام دوت. تحضيره سهل. تاني حاجة انه بيسد الشهية. لما يسد الشهية هنا هو المريض عايز ياكل بس مش جاي له نفس زي ما بيقول، او مش عايز ياكل كتير. فهيبدأ ياكل مثلا، بياكل وجبة سريعة، هيبدأ ياكل الوجبة السريعة ديت بس ايه جزء منها مش هيكملها كلها. طب طريقة تحضيرها ايه بقى يا دكتور؟ مهم جدا. سرعة التحضير ده انا دايما بقولها في اي حاجة. انا دلوقتي زي ما احنا شايفين كده معايا، يعني انا معايا فيديو بيبين ازاي بحضرها بسرعة وبطريقة ما تضايقش حد. يعني ممكن طالب ياخدها معاه في الجامعة، ممكن في مدرسة، ممكن الأم تحضرها قبل الأكل. سهلة جدا. أنا بجيب طبعا الكوباية اللي على الشمال ديت شايفينها كلنا اللي أنا فضيت فيها باكت دي، أنا حاطط فيها كمية من الزيت وهنعرف ليه الزيت ده. أوكي. الكوباية اللي على اليمين أنا بحضرها إزاي؟ طيب بحضرها إزاي؟ أنا معايا نص كوباية مية. ببدأ أحط الباكت بتاعي بتاع الألياف. إحنا اتفقنا إن إحنا بناخد باكت قبل الغداء وباكت قبل العشاء، واهم حاجه بشرب 5-6 كوبايات ميه بعديها. طيب هنا كده عندي انا ببدا اقلب على النص كوبايه ميه دي، ببدا اقلب الباكت بتاعي لغايه ايه؟ لغايه لما يمسك. يعني ايه يمسك؟ يعني يبقى فيسكس. يعني ايه فيسكس؟ برضو يعني ايه لزج شويه او زي المهلبيه شويه. اوكي. ومهم جدا 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 ان الالياف بتاعتي تاخد القوام دوت وتمسك. لان في كتير من يقول لك بيدعوا ان انا معايا الياف طبيعيه بس هي ما بتكونش طبيعيه. وده مهم جدا في التفرقه ما بين الياف طبيعيه وغير طبيعيه، وهنبقى نعمل عليها حلقه كامله. يمكن عشان كده هي ممكن تبقى بتملى البطن يعني. ما هي بالظبط كده. هي لما هتمسك هنا زي ما احنا شايفين كده في الفيديو، شايفين هي مسكت ازاي؟ ما بتنزلش، مش ميه، بقت خلاص بقت قوام ماسك اقدر اكله. وبشرب بعديه 5-6 كوبايات ميه. ليه؟ عشان زي ما بنقول كده تبدا تنفش في المعده، يعني تملى حجم المعده. لما تملى حجم المعده بتحسسني بالشبع. الكوبايه اللي على ايدي الشمال دي بقى مهمه جدا. ليه؟ انا جايب زيت وحاطه، طبقه زيت وحاططها. طيب وبدات احط عليها الالياف اللي هي الباودر بتاعي اللي هو الالياف. هنلاقي ايه؟ هنلاقي ان الالياف بتبدا تاخد الزيت ده وتنزل. يعني معنى كده انها عندها ايه؟ عندها قدره على اختراق الزيوت. اي حاجه بتخترق الزيت معنى كده انها بتمتص من الزيت ده. طيب ايه الزيت ده؟ الزيت ده هو الفاتس اللي موجوده في جسمنا. ده ريبريزنتنج، يعني بيمثل الفاتس اللي موجوده في الجسم. زي ما احنا شايفين على ايدنا الشمال الزيت نفسه بدا يقل. لو انا انتظمت لمده لا تقل عن شهر على النظام ده، وعلى ان انا باخد قبل الغداء وقبل العشاء، طبعا باكد قبل الغداء وقبل العشاء، انا بنزل مش اقل ان شاء الله من 4-5 كيلو لغايه 10 كيلو على حسب طبعا كل جسم في الشهر. اوكي. في الشهر الواحد. أوكي. بنزل من لا يقل عن 4-5 كيلو لغايه 10 كيلو. يعني دكتور احنا عايزين بقى التجربه دي على الهواء معانا المره الجايه ان شاء الله. انا يهمني التجربه دي لانها فعلا بتفرق ما بين الياف طبيعيه فعلا والياف صناعيه. خلي بالكم لان ناس كتير، وزي ما بنقول هنبقى نعمل عليها حلقه كامله، ان الناس كتير جدا بتتخدع يقول لك ده الياف طبيعيه وهي ما بتبقاش طبيعيه. طب اعرفها ازاي؟ بالتجربه دي، وان شاء الله هنعملها على الهواء. لا الدكتور عرفنا ازاي يعني نعرف الفرق بين الالياف الطبيعيه ولا. طيب دكتور معانا فيديو تاني كمان حابه ان حضرتك تشرح لنا اكتر عليه، ممكن تمام. نشوفه بعد اذنكم. الدايتري فايبر. الدايتري فايبر يعني الاكل اللي فيه فايبرز. طبعا منظمه الصحه العالميه وكل الناس يعني اعتمدت خلاص ان لازم باخد يوميا 25 جرام من الفايبر. طب الفايبر ده بلاقيه فين؟ بلاقيه زي ما احنا شايفين كده في السيرلز اللي هي الحبوب، في الخضار، في الفاكهه، في الكلام ده. ولكن كل الحاجات دي فيها كالوريز فبتخن.
انما اللي عندنا هنا الالياف الطبيعيه بتاعتنا ما فيهاش ولا كالوري او بنقول سعرات حراريه قليله جدا 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 ما تحسبش اصلا. خلاص طيب بتريديوس الريسك طبعا، يعني بتقلل المخاطر بتاعه الامراض اللي ممكن تصاحب لي السمنه، زي ما قلنا كده في اول الحلقه ان في امراض بتصاحب السمنه زي امراض الضغط والقلب والسكر. وجود الالياف معايا في جسمي بيقلل لي في الاكل، فاوتوماتيك بيقلل العرضه للاصابه بالامراض دي. تمام. طيب الكانسرز طبعا من الحاجات اللي منتشره جدا بسبب الاكل اللي من الشارع والاكل السريع، الحاجات المسرطنه، كل دوت هيبدا يقلل لي كل ده، الفايبرز هتبدا تقلل لي بصوره ملاحظه جدا الاصابه بالامراض دي. وهو ده المين تارجت بتاعي، ان انا مش بس بخس، انا بخس وبتحكم في شهيتك وبحميك من امراض. وخدي بقى الاهم من كل ده، ما بيرجعش عليا الوزن تاني. دي ازاي بقى يا دكتور؟ ليه بقى؟ لان انا ازاي ده بقى؟ لا اقنعني. مهمه جدا، ما هي فعلا مهمه جدا دي، ومهم ان الناس تفهم ليه. انا عندي المعده دي زي الكيس. الكيس دوت الاستيك كده، يعني ايه؟ يعني حطيه فيه حاجات كتير هيوصل. خلاص، قللي الحاجات اللي فيه هياخد شكل، هيضيق تاني، هياخد شكل الحاجه اللي فيه. خلاص. طيب انا دلوقتي لما باكل الفايبرز دي وبشرب بعديها ميه، بتملالي المعده دي. خلاص. بس بتملاها لي بايه؟ بميه، بميه مع الالياف. الالياف دي بتزيد، الالياف ديت بعد كده بتتهضم وبتنزل عادي خالص مع الاخراج عادي جدا، وبتسيب المعده على الشكل الصغير ده. فباجي بعد انقطاعي بقى عن الالياف بعديها بشهر او بشهرين، اجي اكل انا معدتي اصلا صغرت خلص. الحجم بتاعها زي ما يقولوا كش شويه. مع الاستمراريه الحجم بتاع المعده هيقل خالص، عمر ما هترجع تاني لنفس الوزن، وعمر ما هترجع تاني لنفس الشهيه دي. طب دكتور، يعني في سؤال عايزه برضو اساله لحضرتك، هل يعني الالياف دي ينفع حد ياخدها غير الناس الاوبيس؟ يعني لو حد عايز يخس من الثلاثه للاربعه للخمسه كيلو؟ زي ما بقول دايما، منظمه الصحه العالميه قالت حاجه بقى اهم من اللي انت بتقوليه. مش 3 و4 كيلو ده اللي وزنه مثالي، اللي وزنه مثالي لازم ياخد من 25 ل 30 جرام فايبر يوميا. اوكي. ده لصحه الجسم، يعني ده اصلا ده صحي اساسا، ده يعني كلنا لازم. بالظبط كده. طب دكتور، انا معايا مداخله من محمود. الو. الو، السلام عليكم. عليكم السلام، ازيك يا محمود؟ اهلا وسهلا بيك، الله يخليك. اخبارك ايه؟ الحمد لله تمام والله. محمود قول لي، استخدمت الالياف؟ بقالي شهرين بستخدمها ونزلت الحمد لله. طب احكي لي اصلا عن تجربتك يا محمود في الاول، انت كان وزنك قد ايه؟ ايه اللي خلاك تلجا للالياف؟ والله انا كان عندي الكرش جامد يعني، ومش قادر اتنفس، كان تعبني والكلام دوت. فبدات بقى لقيت الاعلانات عن الالياف، قلت لما اجرب، فجربتها والله والحمد لله جميله جدا يعني، ارتحت عليها وجسمي نزل، نزلت يجي 15 كيلو. في قد ايه؟ في وقت قد ايه؟ في شهر ونص كده. شهر ونص، حلو قوي. كويس جدا طبعا. طب هل انت كان عندك اي امراض تانية مع السمنة يا محمود؟ لا والله انا كنت بعاني من النفس دي، النفس، الكرش، البطن، الكلام ده كله. فالحمد لله يعني لما بدات في الالياف يعني كان لها مفعول جامد معانا، لان حاولت اعمل التخسيس كذا مره ما عرفتش، فهو موال الالياف الطبيعي ده جميل جدا يعني. طب انت عايز توصل لكام؟ يعني عايز تخس لغايه قد ايه؟ والله انا مكمل اهو لغايه لما اوصل ل 70 كيلو كده، وانا حاليا 77 كيلو. ما شاء الله. حلو، ان شاء الله. ما شاء الله. ان شاء الله توصل. كان في صعوبه معايا في الشغل بقى، من انا موظف فمضطروه النزول في الشغل بتاعي، كانت مضايقاني في النفس، فالحمد لله ساعتها استخدمتها والكرش نزل والجسم بقى منسق يعني الحمد لله. هل انت مع الوقت حاسس مثلا انه انت صحي اكتر، ولا حاسس بضعف؟ يعني حاسس بايه بعد ما اعراض جانبيه؟ يعني هل في اي اعراض؟ لا الحمد لله دلوقتي جسمي تمام، وصحتي بقت بسم الله ما شاء الله كويسه جدا، والجسم بقى بعرف انام، النفس باخده كويس، بعرف اكل كميات قليله وبشبع الحمد لله يعني. حلو قوي، انا مبسوطه قوي يا محمود ان انت خسيت الوزن اللي انت عايزه، يا رب توصل للوزن اللي انت كمان حاطه تارجت ليك. مبروك اول حاجه، وشكرا على مداخلتك معانا. اهم حاجه بقى يستمر، يعني يستمر السبع كيلو دول، ما ايه، سامع الدكتور يا محمود؟ اهم حاجه انك تستمر، يكمل السبع كيلو دول عشان يبقى يوصل للتارجت زي ما انت قلت كده. دي مهمه جدا، دي هتفرق معاه في النفسيه جامده جدا. اوكي. طب دكتور، يعني خليني برضه اسالك انا السؤال ده، هل مع الوقت مثلا لما البيشنت او خليني اقول الحد اللي عايز يفقد الوزن ده، بعد ما يفقد الوزن اللي هو عايزه، هل مع الوقت في اعراض جانبيه؟ هل ممكن يحس بضعف؟ دي مهمه جدا. لا خالص، بالعكس. بالعكس، انا حابب ان انا اسال على اي مداخله او اي حد استخدم الالياف، انا حابب ان اساله هل في حسيت باي اعراض جانبيه ولا لا. ليه؟ لان الالياف الطبيعيه زي ما بنقول كلها خضار وفاكهه. الخضار والفاكهه دي ريتش جدا او غنيه جدا، ده حقيقي. لكن فقدان الوزن مره واحده ده مش مره واحده. هو مش مره واحده. انت لما بتنزلي
انت صح. العالم كله دلوقتي بيتجه الى ان انا ما انزلش مره واحده عشان ما يحصلش دروب في الجسم. فانا لما بنزل معانا صوره كمان بيفور اند افتر ده مفيد للجسم طبعا قبل وبعد. ده انا برضو بحب جدا اوريها لاي حد عشان يعرف هو هيبقى ايه. يعني التارجت بتاعه لما يتحقق هيفرق معاه قد ايه، هيفرق معاه في اللبس، هيفرق معاه نفسيا، يعني هيفرق معاه في الصحه، في كل حاجه. ليه اسيب نفسي كده مع ان انا سهل جدا ومن غير بقى زي ما بنقول كده احط تحتها مليون خط، من غير ما احرم نفسي. يعني انا ما بحرمش نفسي من الحاجه، من الاكل. وبص الفرق، يعني انت تقريبا انا مش قادره اصدق اصلا انت شايف لبسها اللي هي كانت بتلبسه وهي مليانه، يعني وسع عليها ازاي بالظبط. يعني تحسيها ان دي بنت دي، يعني أيوة صح بنتها صح مش صح هي ايوه طبعًا. لا الفقدان الوزن ده بيدي ثقه في النفس جامده جدا، حتى من اهم الحاجات. يعني من اهم الحاجات ده يعني حقيقة. انت لو تفتكري فيلم كان اللي اسمه اكس لارج، كان الناس صح. يعني ايه مشكله، هي مشكله صح. السمنه زي ما نتكلم نقول اللي لينا واللي علينا زي ما بيقولوا هي مشكله. طب انا اقدر احلها؟ اقدر احلها باتباعي للالياف الطبيعيه بصوره صح. اللي مدار شهر شهرين هنزل في الوزن اللي انا عايزه بصوره امنه وصحيه. دي اهم حاجه يا دكتور، ان هو يبقى امن وصحي، ما يبقاش فيه اي اعراض. اهم حاجه انه مصرح زي ما بنقول دايما من وزاره الصحه. كنت لسه عايزه دي حاجه طبعا. طبعا دي حاجه مهمه جدا. في حاجه كمان مهمه جدا احب اقولها، ان حجم الباكت بتاعنا 17 جرام، وده نادر او صعب جدا انك تلاقيه في اي الياف طبيعيه او الياف صناعيه حتى. اي الياف صعب جدا تلاقي ان الباكت بتاعها 17 جرام. بتتكلمي في 5 جرام في اي حاجه ثانيه. أيوة. انت بتتكلمي هنا الباكت بيعادل 3 او 4 باكت. ده معناه ان هو غني قوي بالبروتين والمعادن، ويعني المعادن والمينرالز اللي هي المينرالز والفيتامينز دول اهم حاجه بتقوم عليهم الجسم. طب عايز اسال حضرتك سؤال، هل لو مثلا المريض بياخد او يعني الحد اللي عايز يفقد وزن بياخد اي نوع من انواع الفيتامينات التانية معاها؟ ما فيهاش اي مشكله. الفيتامينز دايما انا بقول الفيتامينز عامه من الحاجات اللي كترتها ما بتضرش. ليه؟ لانها بتطلع يعني مع اليورين مع الاستخراج العادي مع الكليه، فمش هتفرق معايا خالص. لا خد زي ما انت عايز. وخدي بقى الثانيه الاهم، لو بياخد اي ادويه هي ما بتتعارضش اصلا مع اي دواء. ليه؟ لان زي ما بقول هي طبيعيه، انت كانك بتاكلي. هل عمرك سمعتي ان مثلا لو واحد بياكل خيار وطماطم وكده بيتعارض مع الدواء؟ لا لا مستحيل. صعبه جدا. يعني خلينا نشوف يا دكتور كمان في ريفيوز كده معانا. بصراحه الله يبارك لكم على منتج التخسيس، رهيب بجد، بنشكر حضرتك. ده اورجانيكا جروب بترد. انا كنت 101 كيلو، خسيت في اول اسبوع 3 كيلو بقيت 98. لا كملي بقى يا كملي يا حبيب الله كمل، عشان يعني عايزين نشوف 70 80. انا مش عارفه اقول لكم ايه واشكركم ازاي، رجعتوا الروح ليا تاني لما بشوف ابني قدامي وزنه نزل والحمد لله. انا قلت اكلمك النهارده وابعت لك شكر خاص ليكي لانك تابعتيني زي ما الدكتوره قالت في التليفون في التلفزيون، وكمان انتوا مصداقيتكم زادت عندي لما اتصلتوا بيا عشان اعمل مداخله. ربنا يكرمكم بجد، بشكر شركه اورجانيكا جروب. ودي برضو من الحاجات اللي انا حابب اوضحها للمشاهدين، فكره المتابعه. لا وكمان ام شفت انتوا فرحتوا يعني طبعا. بابنها دي مهمه جدا، انه كمان بيشتغل للاطفال، الاطفال من سن 7 سنين او 8 سنين فيما فوق، وللكبار سن 70 و80 شغال. والاهم من كل ده زي ما بنقول في فريق طبي يعني متكامل بيتابع كل الحالات زي ما بنقول. انا اول يوم اجربه ما اخدتش غير كوبايه واحده، وقفلت قفلت معايا طول النهار معي. مش قادره اشرب حتى ميه. تمام، بس احنا عايزين نشرب ميه، يعني احنا عايزين نشرب ميه. مهم الميه دي، اهم حاجه الميه مهمه عشان تشغل الالياف عشان تخليها تنفش. فاحنا بنتكلم في 5-6 كوبايات ميه. واهم من كل ده ان اصلا لازم اي انسان طبيعي بياخد من 2 لـ 2.5 لـ 3 لتر ميه يوميا. فده لازم. طب انا بطلب كمان من كل الناس اللي بتشوفنا دلوقتي، لو انتوا عندكم تجربه زي دي ادخلوا على البيج اورجانيكا جروب واكتبوا الريفيوز بتاعتكم، واحنا هنقراها في الحلقه الجايه ان شاء الله. اكيد ان شاء الله. دكتور يعني انا اول حاجه عايزه كمان نشوف الفيسبوك دلوقتي، البيج بتاعت الاورجانيكا جروب. طبعا هي دي البيج الرسميه لشركه اورجانيكا جروب. جايه يعني اورجانيكا، هي عشان بس انت تبقى فاهم يعني اورجانيك، يعني اورجانيك يعني حاجه طبيعيه، حاجه من الارض زي ما بنقول. دي البيج الرسميه، طبعا اي تعامل بيبقى عن طريقها. يعني دكتور اول حاجه انا بشكرك جدا على وجودك معانا النهارده، وبشكر يعني متابعتك للناس وانك شرحت طبعًا لنا طبعًا كل حاجه بتحصل. وقد ايه عايز اقول لك ان كمان بيكلموني مش بس في الالياف، بنتابع الحالات المرضيه كلها. الفريق الطبي بتاعنا بيتابع كل الحالات.
ايوه لا يعني كمان يعني شغل عالي يا دكتور فعلا. يعني انا بشكر حضرتك جدا كمان انك شرحت لنا وشفنا لايف الحالات اللي خسرت من 10 كيلو ل 15 كيلو. فبشكر حضرتك جدا دكتور محمد تركي مدرس مساعد كليه الصيدله واحد اعضاء الفريق الطبي بشركه اورجانيكا جروب للمنتجات الطبيه. شكرا. بشكر حضرتك وبشكر حضراتكم على المتابعه.